مع أنه وعد بزيارة الرعية المارونية في سوريا منذ وصوله إلى سدة البطريركية المارونية، إلا أن زيارة البطريرك ماربشارا بطرس الراعي لدمشق للمشاركة في تنصيب بطريرك الروم الأرثوذكس يوحنا اليازجي فاجأت كثيرين، إذ إنها تحصل في وقت تشهد فيه سوريا أحداثا دموية خطيرة. مجرد كنسية راوية ما لها أي أبعاد سياسية، ولهالسبب ما راح يكون في أي لقاءات سياسية لهالزيارة. الرئيس ميشيل سليمان رفض وضع هذه الزيارة في خانة السياسة. البطريرك هو راعي الموارنة في لبنان وأنطاكيا وسائر المشرق، وهو إلى جانب رئيس الجمهورية بشكل الاستقطاب والضمانة والطمأنينة لكافة مسيحيين المشرق. كذلك البطريرك يوحنا اليازجي هو أيضا مسؤوليته لا تقف في سوريا، على البطريرك أن يقدر ما هي مصلحة المسيحيين وليس على رئيس الجمهورية أن يقول له ما هو واجبه، فأنا مع هذه الزيارة. لم تكن هناك ضرورة قصوى لمثل هذه الزيارة يقول النائب السابق فارس السعيد، خصوصا وأن البطريرك اليازجي سيكون في البلبند الأربعاء وسيقام له عشاء الخميس في بيروت. إذا بيزور البطريرك الماروني سوريا عم بيلزم الطائفة، كل الطائفة. ليش نحن بدنا نعطي صورة بهذه المرحلة بأننا ندعم هذا النظام أو نقدم صور قد يستفيد منها هذا النظام حتى يقول بأنه هو قريب من المسيحيين، ونوضع المسيحيين في مواجهة غالبية إسلامية موجودة بسوريا عم بتقود ثورة ضد هذا النظام. وأتمنى سعيد أن يترك التعليق على هذه الزيارة للموارنة وحدهم. أتمنى على صديقي النائب خالد الظاهر وعلى الجميع أنه هذا موضوع منتولاه نحن، أنا إلي حق والمنخاري طويل، أنت ما لك حق تقول عن منخاري طويل. نتمنى على الجميع أنه نتولى هذا الموضوع نحن من موقعنا الماروني. بين الروحي والسياسي اختلاف في النظرة حول زيارة لبلد يعيش شعبه أياما صعبة.